بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصانا وأوصى الأجيال من عهده صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم الأئمة الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وهم الخلفاء الأربعة، وسنتهم إنما هي بيان لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرير لها، لا أنهم لهم سنة خاصة بهم، وإنما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبينونها للناس ويحكمون بها بين الناس. فرضي الله عنهم وأرضاهم وعن سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، لا شك أننا في هذا الزمان أننا نعيش بين أعداء كثيرين يريدون القضاء على سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين، من الأعداء من اليهود والنصارى وأضرابهم، ولكن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا الدين إلى أن تقوم الساعة، وذلك بحفظ القرآن العظيم. كانت الكتب السابقة يستحفظ عليها الأحبار والرهبان فغيروها وبدلوا، ولكن هذا القرآن تكفل الله بحفظه هو سبحانه وتعالى، ولذلك بقي كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قيض الله لها أئمة حفظوها وحافظوا عليها من المحدثين الأخيار، فبقي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم
من الكتاب والسنة والسيرة محفوظاً متقناً لم يتطرق إليه تغيير ولا تبديل، والحمد لله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا من رحمته بعباده أنه حفظ هذا الدين غضاً طرياً كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يبقى علينا إلا أن نحمل هذا الدين حملاً صحيحاً ونبلغه للناس ونبينه للناس كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك بنشر التعليم الصحيح. وهذه البلاد ولله الحمد قامت على التعليم الصحيح للكتاب والسنة، فالعقيدة الصحيحة في مدارسها ولله الحمد من الابتداء إلى الدراسات العليا، وهي تحمل هذه العقيدة وتبينها وتشرحها على أيدي علماء متقنين. فهذا بقاء لهذا الدين الذي هو خاتم الأديان ومصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فأبقى الله لنا هذا الكتاب القرآن محفوظاً غضاً طرياً كما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبقيت هذه السنة النبوية، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وتقريراته محفوظة ومتقنة، ويقوم عليها رجال يحفظونها ويردون عنها الزيف والدخيل. الحمد لله، هذا من فضل ربنا وإنعامه وإحسانه. الأمم الآن تتخطف في الظلام والضلال والحيرة، وهذه الأمة المحمدية على نور من الله، كتابها محفوظ وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم محفوظة، وهم يسيرون على هدى، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. فالحمد لله على هذه النعمة وهذا الخير العظيم الذي أورثنا ربنا إياه. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهي هذه الأمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، إلى قوله جل وعلا: جنات عدن يدخلونها خلون فيها من أساور من ذهب، إلى آخر الآية. أورثنا الكتاب يعني القرآن، الذين اصطفينا من عبادنا، القرآن والسنة، الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة.
وهم ثلاثة أشكال: سابق فمنهم ظالم لنفسه، وهذا الذي عنده ذنوب لكنها دون الشرك، عنده ذنوب لكنها دون الشرك، فهو موحد في عقيدته، وعنده ذنوب دون الشرك، هذا الظالم لنفسه، ظلم نفسه لأنه وضعها في غير موضعها بالذنوب والمعاصي، إلا أن عقيدته عقيدة صحيحة سليمة. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، وهو الذي يؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات، هذا مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، وهذا أعلى الدرجات. فهذه الأمة ولله الحمد أمة مرحومة، وأمة قائمة على الحق، ومنها طائفة أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا الدين باق محفوظ، وليس عليه خوف، لأن الله تكفل بحفظه، وإنما الخوف علينا نحن، الخوف علينا نحن ألا نتمسك بهذا الدين كما ينبغي، فنكون نحن الذين فرطنا. والله لا يضيع دينه، يستبدلنا بقوم آخرين كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله جل وعلا لا يضيع دينه، وإنما نحن الذين نضيع إذا ضيعنا هذا الدين. فعلينا أن نتواصى بهذا الدين، معرفته وحفظه والعمل به، لأنه طريق نجاتنا وصلاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. والخوف علينا أن نفرط التمسك بهذا الدين فيستبدل الله غيرنا، إن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والحمد لله هذه البلاد تعيش ولله الحمد في أمن واستقرار، وعلى جادة صحيحة، وعلى سنة نبوية، لكن نخشى من أن تتداخل علينا شبهات أهل الضلال، لأن هذا الدين يحارب، هذا الدين يحارب، جمعيات، مجموعات، ومؤسسات، كلها تكيد لهذا الدين. ولكن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا الدين منهم. ولا شك أن من أفلتت يداه من هذا الدين فإنه خاسر وهالك وضال. فلا طريق إلى الله وإلى جنته إلا بالتمسك بهذا الدين. ولهذا من رحمة الله أنه يقيض لهذا الدين، أنه يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها،
والحمد لله، وهذا من فضل الله ومن كرمه وإحسانه. ولكن الواجب علينا أن نتعلم هذا الدين التعلم الصحيح، والواجب علينا أن ندعو إليه، أن ندعو إلى هذا الدين. ولا يكفي أن نعمل به ونترك الناس، لابد من الدعوة إلى الله عز وجل. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. دعوة لا بد لها من علم، على بصيرة، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، لاحظوا، إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. الحمد لله، الحق واضح والكتاب والسنة بأيدينا كما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لنا عذر أن نتكاسل أو نتواكل. وكل من علم شيئا من هذا الدين يجب عليه أن يبلغه، أن يبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذا أمر من الله جل وعلا وعهد من الله، أن من عرف شيئاً، تحقق شيئاً من هذا الدين، أن يبلغه للناس ولا يسكت عليه. فالله جل وعلا توعد الذين يكتمون ما أنزل الله بأشد الوعيد: إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لكن خانوا فنبذوه واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ذكر الله ذلك لنا من حالهم من أجل أن نحذر من هذا الضياع. إذا ضيعنا هذا الدين ضعنا على أي شيء نسير إلى الله جل وعلا، ضيعنا الطريق، دخلنا في مهالك، في مخاطر لا ينجي منها إلا الرجوع إلى هذا الدين، تمسك به تمسكاً صحيحاً عن علم وعن بصيرة، لا عن دعاوى. والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء، لابد. فليس الأمر بالدعاوى، وإنما الأمر بالحقائق. فلنقم بهذا الواجب العظيم علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نقوم بهذا الواجب، كل بقدر استطاعته ومقدرته، مع أهل بيته أولاً، ثم مع جيرانه، ثم مع عامة الناس. هذا واجب عظيم، ولكنه سهل ويسير على من يسره الله عليه. وإذا علم الله من العبد صحة النية يسر له وسهل له. فالحمد لله رب العالمين.
هذه نعمة عظيمة بين أيدينا، ما تعدلها، لا تعدلها نعمة في الدنيا، وهي نعمة هذا الدين الذي بين أيدينا، وهو حبل الله المتين. هو هذا الدين هو حبل الله الذي طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، هو حبل الله المتين بأيدينا والحمد لله. لكن يحتاج منا أولاً إلى تعلمه على الوجه الصحيح وتعليمه على الوجه الصحيح والعمل به على الوجه الصحيح، فهي أمور مرتبط بعضها ببعض، لا بد من وجودها جميعاً. وأما إن تكاسلنا وتواكلنا فإن الله جل وعلا لا يضيع دينه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه البلاد معلوم ما كانت عليه في الأول، معلوم ما كانت عليه في الأول، مثل البلاد الأخرى فيها جاهليات، فيها تغييرات، فيها عقائد فاسدة في البادية وفي الحاضرة، وفي إلى أن قيض الله لها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فدعا إلى دين الله وتبايع مع الإمام محمد بن سعود على نصرته والقيام معه، ومن تلك البيعة إلى وقتنا الحاضر ولله الحمد، ونحن نسير على هدى وعلى نور وعلى هدي من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الشأن بالتمسك والاستمرار على هذا والتواصي به، كما قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربع مسائل: الذين آمنوا هذه واحدة، عملوا الصالحات هذه الثانية، تواصوا بالحق هذه الثالثة، وتواصوا بالصبر هذه الرابعة. أربع مسائل إذا حققناها وقمنا بها وتواصينا بها حصلنا على الوعد الكريم من رب العالمين. وأما إذا ضيعنا ضعنا، والله جل وعلا لا يضيع دينه، لكن نحن الذين نضيع إذا ضيعنا هذا الدين. وهذا يحتاج منا إلى اهتمام، إلى اهتمام من كل من عليه مسؤولية، تبدأ من مسؤولية الرجل في أهل بيته وفي بلده، ثم تتمدد إلى البلاد الأخرى، ويحصل بذلك الخير الكثير. ما ازدهرت هذه البلاد، كانت بلاداً فقيرة، كانت بلاداً معروفة بالفقر والحاجة وشتات الأمر، فشت فيها العقائد الفاسدة إلا من رحم الله، إلى أن جاء الله بهذا الدين على يد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فدعا إلى الله على بصيرة وصبر واحتسب
إلى أن أظهر الله هذا الدين، وتعاقبت عليه أجيال وعاشت عليه أمم. الحمد لله، بقيت مسؤوليتنا الآن نحو هذا الدين، لا بد أن نتعلمه، لا بد أن نعلمه، لا بد أن نعمل به، لا بد أن نتواصى به، لا بد أن نصبر عليه، لا بد من هذه الأمور حتى تتحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة. كانت هذه البلاد معروفة لا يقام لها وزن، فلما جاء الله بهذا الدين وهذه الدعوة المباركة ازدهرت ولله الحمد، وصارت مضرب المثل في الاطمئنان، في السكينة، في العمل والعلم، في التناصح والتواصي بالحق. فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نبثها وننشرها بين الناس، وأن نخاف من الدخيل. الأعداء الآن يميناً وشمالاً يحاولون تغيير ديننا وعقيدتنا، لا سيما بوسائل الإعلام التي حدثت الآن، وسائل فيها التشكيك، فيها ما الله به عليم من الشبهات والشكوك، وهي تعيش بين أظهرنا وفي بيوت كثير منا. فتحوا لها المجال، دخلت إلى بيوتهم وبين أولادهم ونسائهم. فالواجب أن نحارب هذه الدعوات وهذه الوسائل المغرضة، وأن نحافظ على ديننا وعلى عقيدتنا. أغلى شيء عندنا هو عقيدتنا، فعلينا أن نحافظ عليها بتعلمها وتعليمها والدعوة إليها والمحافظة عليها. لا سعادة لنا ولا نجاة لنا ولا فلاح لنا إلا بذلك. نسأل الله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين عامة من كل سوء ومكروه، ومن كل دعوة ضالة، ومن كل داعية عدو لهذه الدعوة المباركة. أن يحفظ ذلك علينا وعلى من بعدنا، وأن يبقي لنا هذا الدين، وأن يبقي لنا هذه النعمة التي نعيشها بأمن واستقرار وراحة وغنى ولله الحمد من كل وجه. لكن نخاف إذا تساهلنا أو ضيعنا أن هذه النعمة تضيع ونصبح كغيرنا ممن حولنا. ولكن يجب علينا، الواجب ثقيل ولكنه يسهل مع توفيق الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأسأله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل أعداءه وأن يحفظ علينا هذه النعمة العظيمة ويجعلها عوناً لنا على طاعته والعمل برضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.